وفي سياق الاحترازي أكد مدير مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة الأنبار العميد الحقوقي أكرم مشعان تركي إلقاء القبض على العشرات من التجار والمهربين للمخدرات خلال 3 أشهر الماضية، مشيرا إلى وضع خطط محكمة للحد من انتشار الحبوب المخدرة وتعاطيها بالمحافظة. في الحقيقة بتاريخ 19/4/2023 وبأمر من معالي وزير الداخلية تم تسليمي منصب مدير مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الأنبار. ومن خلال المباشرة بالعمل تم ضبط أبرز النشاطات التي تقريبا بشكل يومي. تمكنا من إلقاء القبض على 576 متهم، منهم يصنف إلى وفق المادة 28263 موقوف، وأيضا 313 وفق المادة 32 ووفق المادة 27 الدولي للقانون الدولي، 4 موقوفين متهمين بقضايا تجارة المخدرات. تم ضبط كمية تقريبا من 1,111,000 حبة كبتاجون مخدرة و 17 كيلو حشيشة و 1.5 كيلو من مادة الكريستال و 2.5 كيلو من مادة الهيروين المخدرة. تقريبا هي أبرز النشاطات منذ تاريخ استلام المنصب بتاريخ 19/4 ولغاية تاريخ اليوم.